نسعد في بنك البلاد بالمشاركة في مبادرة الشرقية الخضراء التي تعد جزء من مبادرة السعودية الخضراء. في البداية حقيقة أود أن أشكر كل الجهات اللي ساعدتنا: أمارة المنطقة الشرقية، أمانة المنطقة الشرقية، فريق البلاد التطوعي، كل الأهالي اللي تفاعلوا معنا بشكل كبير، شكرا لهم. مستمرين إن شاء الله في المبادرات. باسم البلاد مبادرة نقوم كلنا اليوم بزرع شجر في كورنيش الخبر. شكرا بنك البلاد.